يعني دائما بصباحنا بنحب ننوه على مشاريع صغيرة أو حلم صغير عم يكبر شوي شوي مع الأيام. اليوم رح نضوي على صبية بالعمر شوي بعدها صغيرة، ولكن بالفعل صار عندها إنتاج كتير حلو من فساتين من تصاميم، والعالم عطتها هي الثقة لحتى تنفذ ديزاينات على أرض الواقع. رح نحكي عن تصميم الأزياء، رح نحكي كيف بترسم وكيف بينفذوا لها الناس الفساتين، واي حدا بيروح لعندها حابب يعمل شيء كيف هي بتستقبله وبتلبي له هي الرغبه. رح نحكي اكثر مع خوله الجوادري. صباح الخير خوله، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك خوله واهلا وسهلا فيك. 21 سنه العمر كله. شكرا. خلينا نحكي من ايمتى بداتي بعالم التصميم وكيف كانت البدايات؟ اولا لما كنت صغيره كان بس مجرد رسم، يعني شيء عادي، مجرد شخبره مثل ما بيقولوا يعني. فلقيت ترسمي الازياء والباربيات وهيك. فلقيت انه الجسم عم يطلع معي صح، عم يطلع معي موديلات يعني حلوه، فبلشت حبها يعني وكملت فيها وصرت ادرب حالي مع مرور السنوات. يعني ما كنت بهالمهاره هي مثل هلا، كنت قبل يعني لا، يعني شوي في كثير شغلات ناقصتني، فمع الوقت تدريب ذاتي هي الشغله لحتى قدرت اوصل لهالمرحله. تمام، يعني انت مثل ما فهمنا انت بس بترسمي او بتصممي حاليا؟ اي بس برسم بصمم. تمام، وفي حدا ورشه هلا؟ اي مشكل في ورشه، ممكن في رفقات الي هن بينفذوها على ارض الواقع. بعطيهم الموديل وهن بينفذوه. طبعا انا بختار القماش، يعني اشرف على القصه وكل شيء، بس يكون جاهز ويكون كل شيء تمام فانه خلص بخيطه. يعني واو، عم نشوف الموديلات على الشاشه هلا، اذا فينا نشوفهم على الشاشه الكبيره. يعني ما معقول، في ديزاينات كثير حلوين، في اللون الاخضر كثير حبيته. هل بعد هذا بيطلع؟ خلينا نحكي على شو بتعتمدي خوله بالتصاميم. انا هذا الاخضر مع الفتحة بحب هيك ستايلي. على شو بتعتمدي؟ على شو الموديلات يلي يعني بتركزي عليهم أكثر؟ شو مودك؟ شو ستايلك؟ مين مدرستك؟ بشكل عام ما في شيء معين معتمد عليه ابدا، لانه بتصميم الازياء بدك تعملي شغلات تناسب الكل، تناسب كل الاراء. يعني ما فيك تقولي انه بس اللي بيعجبني انا بدي اعمله، بدك تعملي شغلات تعجب كل العالم. ما في شيء معين بصراحة بعتمد عليه، يعني أي شيء ممكن أطلع عليه ممكن يمحي لي بتصميم، المهم يكون عاجبني، مناسب كلون، مناسب كموديل، كقصة، فيه فكرة، فيه شيء، فيه تميز، يعني ما يكون بيشبه الباقي الموجود بالسوق، فهذا الشيء يعني بعتمد عليه. خولة هيك خلينا نرجع شوي بالوقت ونحكي عن أول قطعة صممتيها، لمين كانت؟ أول قطعة كان لرفيقتي، فستان كان، طبعاً هو كان موديل كتير بسيط يعني بناءً على طلبة. نقيت القماش، القصة، يعني ما كان فيه شيء معقد، بس انه موديل بسيط نفس الوقت يعني حلو وكلاسي يعني، فساويت له اياه. وطبعا مو انا اللي خيطته عند حدا وكان يعني مناسب. تمام خولة، يعني انت بترسمي تصاميم وغيرك بنفسه، ولكن اذا اجاكي حدا عم يطلب منك ديزاين ما عارفان شو بده، ممكن يحدد لك لون، ممكن يحدد لك، هو ضايع او ضايعه باختيار الموديل، على شو بتعتمدي بخبرتك من نظراتك، ستايل الجسم، المناسبه الخاصه بالصبيه، كيف انت هيك بتعتمدي وبتضلي بتحاولي ترسمي لحتى تتوافقي بينك وبين الزبونه؟ اول شيء اكيد شكل الجسم. اوكي. لانه طوله الطول كله بيفرق، يعني في موديلات حصرا ما بتلبق لاشكال اجسام معينه، فانت ما فيكي تعملي لها مثلا موديل يعني ما يناسب شكل جسمها، فهي اول شغله شكل الجسم. طلبه يعني ممكن تكون هي حابه شيء معين، يعني مثلا بدها بس حفر حصرا، بدها بس كم حصرا، ممكن تقيد بهالقصه هي. اللون كمان ممكن عندي نظره بلون بشرتها، في الوان ممكن ما تلبق لها، فانا ما حاعمل لها شيء ما حيبقى لون بشرتها. يعني هدول الشغلات الأساسية، شكل جسم، لون، قصة، وطبعا يعني إذا هي حابة شيء معين بخلي لها يعني بعمل لها. طيب خلينا نحكي كيف بتطوري حالك، يعني أنت التعلم بتصميم الأزياء هو ذاتي مثل ما قلتينا، كيف بتطوري حالك؟ والله تقريبا يعني فيك تقولي برسم بشكل مستمر، تدريب، ممكن بوقف يعني بشوف من على النت،
من على اليوتيوب يعني بحضر فيديوهات فتعلمت اكثر يعني في شغلات عم اتفاداها اخطاء عم تكون بسيطه معي فبالمره الجايه عم اتفاداها وعم تكون احسن يعني هيك قديش عم تلاقي مثلا الفستان اللي عم ترسميه على الورق عم يقدروا ينفذوا لك اياه مثل ما هو مثل ما انت راسمتي بنفس الكواليتي مثل ما هو ما كثير الصراحه لانه في ناقصنا خبرات هون يعني انا في شغلات في موديلات صعبه مثل ما شفتي في بعض الموديلات اللي عملتها انا يعني فيها شويه صعوبه تنفيذ او ابتكار يعني ف حتى القماش انت بتجيبيه القماش ايه القماش اغلبه ما يعني كثير في قمايش اصلا مو موجود لانه في اغلب القمايش انا يعني عم بيكونوا من عقلي من خيالي يعني كتطريزه كرسمه فصعب كثير انك تلاقيها بالسوق تمام فلازم يعني بدك اياها شيء يدوي بدك حدا يقعد تجيبي له الرسمه وانه شكل اياها وساويها فا يعني 80% تقريبا 70% نعم خولة خلينا نحكي اليوم على السوشيال ميديا قديش هذا الشيء ساعدك انك انت ممكن تنشري بعض الرسومات تسوقي لفساتين انت عاملتيها حدا ينزل لك انه انت مصممه خلينا نحكي هل هالشيء عم يفيدك وعم عم يعني عم يتسوق لك بالشكل الصح حاليا ما كثير لانه ما في وقت Okay. انا عم بدرس هندسه تصميم ميكانيكي فما عندي وقت انه اتفرغ كاملا لهالمجال هذا يعني عم بنشر بعض تصاميمي طبعا للاصدقاء للمقربين يعني فمو بشكل عام يعني مو للعامه وقلت لك ما في وقت يعني انه اتفرغ لهالقصه بس انا حابه انه يكون عندي وقت او يكون في حدا ممكن هو اللي ياخذ عني هالحمل هذا يسوق ينشر كذا هدول القصص كلياتهم بتحس اليوم اي حدا قادر يتعلم مهنه تصميم الازياء يعني مثلا بنشوف اشخاص مثلك عندهم موهبه الرسم فاتوا بهذا المجال اشخاص هلا عم يدوروا او كثير صبايا حابين يعملوا مشروع او براند باسمهم فبيقولوا خلوني اعمل كورتين ثلاثه تصميم ازياء برايي الشخصي انه لا مو اي حدا القصه يعني بحاجه لموهبه بحاجه ل خيال بدها خيال كثير بدها قدره على دمج الالوان تغذيه بصريه كمان اجباري اجباري بدها خيال كثير يعني قد ما كان هلا حتى لو الشخص ما كان في اي خبره اي موهبه فممكن اذا تعلم يعني يطلع معه بس ما حيطلع بنفس خبره الشخص اللي عن جد عنده موهبه اللي بحبها للقصه اللي عنده خيال يعني بدها خيال كثير الشغله وبدها نظره بالالوان بالذات الالوان اكيد ونتمنى انه يكون في معهد او شيء بسوريا في بس يمكن ما حسب القواعد العالميه بالموضه وبالازياء وبالديزاين بشكل عام يعني نتمنى هالشيء هيك يصير عنا بسوريا أكيد. حتى لو معاهد خاصه تعنى بالتصاميم الازياء بدنا نتمنى لك التوفيق شكراً وبالختام شو حابه توجهي هيك كلمه يعني اي شيء هيك حابه تقولي حابه انه لاقي حدا يدعمني حابه لاقي حدا يعني يتبنى هالموهبه هي يساعدني كونه يعني يكون حدا عنده خبرة أكثر مني أنا قد ما كان بعدني بأول الطريق في عالم عندهم خبرة أكثر بالقماش بكل شيء يعني شغلتهم هاي القصة فإنه لاقي حدا يعني يستفيد من خبرتي من تصاميمي اللي عم أعملها من الأفكار الجديدة اللي عندي إياها ويحاول يطبق لي إياها قد ما يقدر يعني على أرض الواقع بحيث تكون يعني تماما مثل ما انا تخيلتها مثل ما رسمتها ان شاء الله يا خوله هيك بتكون ايامك احلى وتقدري بتلاقي او تحصلي على هذا الدعم والتشبيك يلي انت بحاجه له موهبتك ظاهره وخام وبتستاهلي دائما الافضل شكرا كثير لك شكرا كثير لك خوله